في شمال تنزانيا. هناك في عمق الغابة وبالتحديد حول بحيرة إياس في الوادي المتصدع العظيم تعيش قبيلة مغيلة في القدم. عندما تراهم تحسبهم قادمين من العصور القديمة البدائية، عصور الصيد وجمع الثمار من الغابات. إنهم قبيلة الهاتزبي أو الهاتزا، أهم وأقدم القبائل الإفريقية وأكثرها بدائية من حيث طريقة الحياة والعيش حتى يومنا هذا. إنهم من أندر وأقدم القبائل ليس فقط في إفريقيا ولكن على مستوى العالم. قبيلة لم تعرف أي طبع للحداثة وتعيش حياة البدائية بكل تفاصيلها ومعانيها، من حيث المسكن والملبس وطريقة جمع الطعام بالقنص وباستخدام أبسط الأدوات كالسهام والرماح. هذه القبيلة لا تعرف شيئا عن حداثة اليوم ومستلزماتها البسيطة من الماء والكهرباء والسكن البسيط وما شابه، ويبلغ عدد سكانها بين 1200 إلى 1500 نسمة، عددا كبيرا منهم يعيشون حصرا على نمط الحياة التقليدي على خطى أجدادهم منذ آلاف السنين. تعيش هذه القبيلة ضمن جماعات وتتمركز في شمال وسط تنزانيا حول بحيرة إياسي وسط الوادي المتصدع العظيم وفي هضبة سيرينجيتي المجاورة بمنطقة نغورو نغورو، وعلى امتداد 400 كيلومتر مربع من الأراضي العشبية والسافانا والغابات. وأما عن الهيكل الاجتماعي والتنظيمي فهم يعيشون ضمن مخيمات تضم 20 إلى 40 شخص، ويتسم شعب الهاتزبي بالمساواة، إذ لا يوجد ترتيب قبلي وغيره من التسلسل الهرمي بخصوص نظام الحكم، وكل القرارات تقريبا تتخذ من خلال التوصل إلى اتفاق عبر النقاش. يتم تقاسم العمل والغذاء بين أعضاء المخيم الأقارب وغير الأقارب، وتتمتع نساء القبيلة بقدر كبير من الاستقلالية والمشاركة على قدم المساواة مع الرجل. وللأسرة أهمية كبيرة في حياة الهاتزب، حيث يحظى الأطفال برعاية خاصة وتتم تربيتهم في كوخ العائلة مع الأم والأب وأحيانا مع الأجداد والأعمام. وعندما يصل الطفل سن البلوغ ينتقل للعيش في كوخ مع أقرانه في نفس السن. بيوت الهاتزب هي عبارة عن خيام بدائية أو أكواخ بسيطة مؤلفة من أغصان وأوراق الأشجار، وتتغير بحثا عن المؤن والصيد من أجل الطعام، ويستخدمون أدوات جدا بدائية كالسهام والرماح، ثم ينطلقون في رحلات الصيد التي لا تخلو من أخطر مواجهة الحيوانات المفترسة. يعتمد شعب الهاتزب بشكل كامل على الطبيعة وما تجود به الأرض من خيرات يتغذون عليها، وطبعا على الصيد والقنص في مواسم معينة. ثمار شجرة البوباب هي الغذاء الأهم لديهم، فهي أشجار تنتج ثمار غنية بالمواد المغذية، ويعتمدون أيضا على اللحوم من الحيوانات البرية كالقرود والغزلان والأسماك، ويأكلون العسل الطازج يوميا كما أنهم يدخنون التبغ. وراثيا ليس للهاتزب ارتباط وثيق بأي شعوب أخرى، ولكن يعتبر شعب الهاتزب من سكان تنزانيا الأصليين الذين كانوا من جماعات ما قبل البانتو المعتمدين على الصيد وجمع الثمار، فربما أنهم شغلوا منطقتهم الحالية منذ آلاف السنين مع تعديلات قليلة نسبيا على أسلوب حياتهم الأساسية حتى المئة عام الماضية. واللغة التي يتحدثون بها أيضا لغة معزولة ولا تربطها أي علاقة مع أي لغة أخرى، خاصة أنها لغة شفوية تماما، أي أنها لا تكتب، وتسمى لغة الهاتزان. في السنوات الأخيرة تعلم الكثيرون من شعب الهاتزا اللغة السواحلية التي هي اللغة الوطنية في تنزانيا كلغة ثانية.
كما علمنا فإن شعب الهاتزا يعيشون حياة قاسية، ولكن هناك ما يميزهم بمزايا كبيرة. أولها أن شعب الهاتزا يعيشون قرب موقع بعض أقدم بقايا البشر التي عثر عليها تاريخيا، فهم من أقدم وأعرق الشعوب على وجه الأرض. وثانيا فهم يتمتعون بقدر عال من المساواة بين أفراد القبيلة، سواء كانوا رجالا أم نساء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وهم أيضا كما وصفتهم صحيفة ديلي ميل بريطانيا بأنهم مجتمع الحرية المطلقة التي يغيب فيها كل أشكال الصراع والنزاع، والتي يحلم فيها الكثيرون بعيدا عن الحداثة وأدواتها. ففي العام الماضي زارهم أستاذ بكلية كينغز في لندن، وأوضح الدكتور الجامعي أن أعضاء القبيلة لديهم أكثر من 40% من أنواع بكتيريا الأمعاء، أكثر من المتوسط الغربي التي تساهم في مساعدتهم على محاربة أمراض مثل السكري والربو. كما أن نشاطهم البدني اليومي يجعل أفراد القبيلة لا يواجهون أي مشكلة صحية. الهاتزاب لديهم ثقافة الفرح اليومي، فهم يحتفلون يوميا عند حلول الظلام، وتبدأ لديهم طقوس السمر والرقص حول نار المخيم وتحت ضوء القمر، حيث يرددون الأغاني الخاصة بهم ويؤدون الرقصات المشتركة ويتسامرون بالأحاديث الليلية التي لا تنتهي. حاولت السلطات البريطانية سابقا ولاحقا الحكومة التنزانية توطين الهاتزاب وتغيير نمط حياتهم القائم على الصيد وتشجيعهم على تبني الزراعة، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، فهم شعب فطري متمسك بأصالته ولا يرغب في التغيير. إلا أنهم بدأوا في الاتصال بالمزارعين والرعاة من حولهم، ولكن لا تزال النسبة الكبيرة منهم يتبعون نفس طريقة الحياة التي اتبعها أسلافهم الأوائل. والجدير بالذكر أن عددا قليلا من أفراد هذه القبيلة قد تعلموا اللغة السواحلية من أجل التواصل، ويعملون كمرشدين للسياح الراغبين بزيارة هذه القبيلة. تمثل قبيلة الهاتزاب جزءا مهما من الثقافة الإنسانية، لتبقى رمزا حيا يجسد الثقافة البدائية الهادئة التي يفتقدها عالمنا الحالي.